ليس المطلوب فقط أن أتعاقد مع لاعب ليحقق نتيجة في بطولة دوري أبطال آسيا أو حتى بطولة أندية العالم إن تحقق هذا الموضوع. أنا أحتاج إلى لاعب يفيدني بشكل شمولي، يفيدني بجميع الاتجاهات. عندما نتحدث وأقولها دائما عن رونالدو، لديه 650 مليون متابع. حين يغرد السعودية بلد أمان، هذا لوحده ربع العالم أو خلينا نقول 15% من العالم يتابعون هذا الموضوع، لأنه التغريدة وارتدادات التغريدة تصل إلى 1.5 مليار، وبالتالي غالبية سكان الأرض يشاهدون هذا الموضوع.